مرحبا بكم في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. تعتبر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير في جامعة باجي مختار عنابة الكلية المثلى لمن يبحث عن برامج حيوية متكاملة. ثلاث قاعات للمطالعة. أربعة أقسام. 13 عرض تكوين في الليسانس، 15 عرض تكوين في الماستر، عروض تكوين في الدكتوراه. يقدم قسم العلوم الاقتصادية ثلاث عروض تكوين في الليسانس وثلاثة عروض تكوين في الماستر. يقدم قسم العلوم المالية أربعة عروض تكوين في الليسانس وأربعة عروض في الماستر شعبة العلوم المالية والمحاسبية، عرضين في الماستر شعبة العلوم التجارية. يقدم قسم علوم التسيير ثلاثة عروض تكوين في الليسانس، عرض وطني في الليسانس شعبة علوم التسيير، وخمسة عروض تكوين في الماستر. دراسة هذه التخصصات يسمح للطالب بالحصول على فرص العمل التالية: مسير في البنوك وشركات التأمين، محلل مالي، خبير في الاقتصاد الدولي، مدقق ومحاسب، مستشار، مراقب التسيير، مقاول، مسير في الموارد البشرية. توفر كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير دروس على الخط في جميع التخصصات عن طريق الأرضية الرقمية الظاهرة على الشاشة.